وعلشان نساعد كل مدرب في اختيار ال 18 لاعب اللي بيكونوا فرقته، كنا لازم نعمل لهم اختبارات مقسومه على مرحلتين. المرحله الاولى هي مرحله تقنيه بحته، هتقيس ارقام واحصائيات لكل لاعب فيه. رمضان صبحي، رغبة الفعل صعبة. خايفين لك كده يا ابني. تستلم الكرة تلف تضرب على طول. كابيتانو مصر في الملعب هو الحكم. في عالم كرة القدم الحديثة، الإحصائيات والأرقام بقت مهمة جداً، وعلشان كده كنا لازم نقيم لعبتنا في فوتجينكس، المقر التدريبي اللي بيختبر اللعيبة في قدراتهم التقنية والفنية والذهنية وسرعة ردود فعلهم، علشان نساعد كل مدرب في أنه يختار لعبته. الأجهزة اللي موجودة حواليا هنا بتستخدم في الدوريات الإنجليزي والألماني والأسباني والإيطالي، وبيتمرن عليها أفضل اللاعبين في العالم. تحدي صعب قوي لعبتنا، بس متأكد أنهم هيبقوا قدوا. هيموتك ودخل على ماتشات انت بالراحه على الريتم الفطيه. برافو عليك كابتن ابو الدهب، هناك شكله خلص مع حد من بتوعك. انا بقول لك ابو الدهب ركز، ما تكلمش اللعيبه بتاعتي يا ابو الدهب. انا بمرنهولك. انا بجهزهولك يا شادي والله، عشان انا عارف انت مش هتعرف تجهز، انا هجهزهولك. كويس، ركز كمان، اسرع. فينيش فينيش، كويس كويس، بس نيد بس نيد. بص اللي هناك ده لعيب كويس، ده ليبرو الساك ده ولا ايه؟ اه مساء. كويس يا ابني، باك ليفت كويس. ده باك ليفت، ده باك عالمي، جايبه من الشرقية. برافو عليك، فتح التاني اهو. اسرع اسرع. هاي هاي، في ولد تاني اهو الاولاني ده، اه، وفي اللي قدام ده. نوعيه الاجهزه دي قد ايه بتطور من مستوى اللعيب، قد ايه بتعلي من مستواه، قد ايه اللعيب بيتحط في اختبارات فنيه ممكن ما يتعرضش لها في الطبيعه. عشان كده الموضوع فعلا بالنسبه لي مميز جدا. اتمنى ان الموضوع ده يعمم على مستوى مصر كلها، او الانديه كلها تحاول تحذو حذو كابتن ان هم يروحوا يعملوا الاختبارات دي في المكان ده. الكرة هتيجي من هنا عالية، همتص الكرة وهروح على البورد ده، اعمل باس واخد هنا على الباس تاني في البورد التاني، واخد الكرة من هنا واشوط في الجون. اعتقادي ان ده من احدث الاجهزة اللي موجودة. كنا انا واحد من الناس كنت مستمتع جدا بيها، حتى نزلت عملت نماذج بالنسبة لبعض التمرينات. اعمل نموذج عشان نشوف بالظبط هنعمل ايه بالظبط. يلا بعد اذنكم، يلا وقف في المربع هنا، بمتص الكرة واستلم من هنا، باص ها من هنا، والف من هنا تاني، اخد الكوره وامشي وامشي من هنا من هنا. كويس كويس كويس، يلا هايل قوي هايل قوي، الريتم حلو. يلا هناك، يلا يلا بقى جول. يلا 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 يلا.
كويس جميل ليه؟ كويس الستايل حلو كويس امشي بالكوره امشي بالكوره لعيب جامد ده نجم البطوله يا ابو احمد هايل يا ابني يا ولد الحاجات دي كنت شوفها في بلجيكا لما كنت محترف هناك فدي تحسب لمصر بصراحه يعني في التوقيت ده انك بتحاول توصل للكره الاوروبيه او توصل للمنظومه الاحترافيه دي حاجه تحسب لمصر طبعا دي حاجه كويسه جدا بس جاي من شويه واجه البورد واجه البورد واجه البورد ايوه في حته بعيده بقى